الرحيم على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا كرام لا فاضل، احييكم وارحب بحضراتكم في هذا المساء الجميل مع هذه التحديات الكبيرة الخاصة بهجني وشعارات أصحاب السمو والشيوخ وانطلاقاتها. لننطلق في هذا المساء، هناك استكمال لأشواط هذا المهرجان والكرنفال الكبير، مهرجان سمو ولي عهد دبي. لننطلق في هذا اليوم الخاص بسن الجذاع وتحدياته في هذه الأمسية التراثية الجميلة، لننطلق بانطلاقة شوطنا الحادي عشر المنطلق قبل لحظات. المعلن فيه التحدي هو شوط خاص بالإبكار المحليات، وهناك 6 كيلومترات هي المسافة المقررة في هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. ننطلق مع هذه الأسماء الشهيرة، ننطلق مع هذه الشعارات الكبيرة المنطلقة والمتناثرة على أرضية هذا الميدان، لنندفع مع أول الأسماء الخميسة على المركز الأول، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. من يتابع هذا الشعار وانطلاقه على صدارة الشوط، بينما النقلة والانتقال على المركز الثاني على ما يبدو لي أنها الظبي اللي تنطلق من الجانب الآخر المندفعة بأدائها ومستواها الجميل، تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق من الجانب الآخر انطلاقة الظبي. نعم هي الظبي بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، يتقدم مع الظبي. هناك وحميد بن محمد بن علي العمري من يتابعها، بينما اللي على المركز الثالث فتابع انطلاقة الغويصية شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. محفوظ بن خميس الجنيبي هو من يتابع هذا الشعار وانطلاقه على مستوى ثالث تحدياتنا، بينما اللي بالمركز الرابع وصلت وانطلقت ثمينة شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي، من يتابع هذا الشعار وانطلاقاته، بينما الواصلة هناك والمتدخلة في هذه الأثناء بهذا الشعار الكبير والمميز شعار هجن العاصفة المبدع أيما إبداع في هذا المساء، ليتقدم ويخترق الصفوف ويخترق حاجز الصوت لينطلق على صدارة الأسماء، يتقدم ويتجاوز بكل قوة معلنا لنا حضوره الدائم. يتقدم شعار هجن العاصفة ينطلق بالشاينية غياث الهلالي، من يتابع هذا الشعار ويقدمه لنا بأجمل وأبهى صورة وحلة، ينطلق على مقدمة شوط. هناك تبدلت الأسماء، الظبي على المركز الثاني، هناك والغويصية على المركز الثالث والمركز الرابع، انطلاقة ثمينة وحضور ثمينة على المركز الرابع هناك، بينما اللي على المركز الخامس كما ذكرنا وأسلفنا بالذكر انطلاقة الخميسة، بينما المركز السادس أتابع انطلاقة الشاهينية بشعار هجن العاصفة الحاضر وبكل قوة بالأسماء مع غياث الهلال سابعا، وتابع انطلاقة شواهين معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مختار بن أحمد، من يتابع هذا الشعار وانطلاقه، بينما اللي على المركز السابع جاوزت الأسماء وانطلقت لتنضم في هذه اللحظات إلى كوكبة الأسماء الحاضرة مع المراكز الأمامية، لأنطلق بهذا الشعار وأندفع هناك بحضورها وتميزها في هذه الأثناء. هي الشاهينية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن مروشد، من يقدم لنا الشاهينية ويندفع بها في هذه اللحظات ينضم للأسماء القادمة وبكل قوة. أيضا شعار الرئاسة حاضر، بدأ يعلن لنا حضوره، بدأ يعلن لنا انطلاقه واندفاعه هناك مع الشاهينية. راشد بن محمد بالسم المنصوري هو القادم وهو المنضم للأسماء، بينما شوف اللي قادمة واللي واصلة متعبة هناك وانطلاقها واندفاعها في هذه اللحظات. اللي تنطلق في هذه الأثناء تتواجد أيضا هي الأخرى وتنطلق
في هذه اللحظات القادمة هي الشاينية كذلك. شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع الشعار، ولكن العودة العودة يا من تتابع ويا من تراقب من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى العاصفة وهجنها، إلى العاصفة ومقاتلاتها، إلى العاصفة ومحركاتها المنطلقة بأول الأسماء، المنطلقة بصدارة الشوط مع لوحة الاثنين كيلو متر. يا من تتابع ويا من تراقب ويا من تخطط ويا من تساير مع هذه الأسماء الكبيرة مع هذه الشعارات، لكن العمري ينطلق ويحضر لنا الظبي بانطلاقها وبحضور الظبي شعار. هناك سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى المنطلق في هذه اللحظات مع الظبي أحمد بن محمد بن علي العمري، ولكن الشاينية بدأت بالانضمام بالانطلاق، انطلاقة الشاينية الواصلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن مروشد. من يتابع هذا الانطلاق؟ من يندفع بهذا المستوى؟ ولكن العاصفة بدأت تعاود أدراجها، بدأت تنطلق من جديد وتعود إلى صدارة الشوط. بينما اللي قادمه على المركز الرابع وصل المستحيل بانطلاقاته، وصل المستحيل بانضماماته ليتواجد على رابع المراكز 1200 متر بشعار هجن الرئاسة القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة في هذه الأثناء، انطلاقة وحضور الشاهينية شعار هجن الرئاسة روشد بن محمد بالسم المنصوري الكيلو متر الأخير. دخلنا أجواء، انطلقنا بأجواء، انضمت الشاينية لشعب شعار هجن العاصفة، تدخلات غياث الهلالي ليعلن لنا المدد في هذا الشوط، انطلقت أيضا وحضور نهب بهجنة مع هجن البشاير عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي القادم بشعار هجن البشاير. مرحبا بهذا الشعار وانطلاقاته، ولكن الشاينية والعصف الابطال تنطلق بهذا الانطلاق. لكن وصلت العاصفة، انطلقت العاصفة وحضرت الرئاسة على المركز الثالث لينطلق المستحيل وغياث الهلالي، ولكن الشاهينية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المقدم للشاهينية المندفع مع بن مروشد يا بالاستسلام، يرفض الاستسلام، ينطلق بالشاهينية، يندفع بهذا المستوى، يتقدم بهذا الانطلاق، انطلاق ياهو انطلاق يا بن مروشد. التاريخ يتحدث ولكن غياث الهلالي قادم بالشاهينية. الله 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 الشاهينية هجن العاصفة يا غياث الهلالي الشاهينية غياث مع الفوز مع الانتصار ومع الناموس على صدارة هذا الشوط ثانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثاني الشاهينية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن مروشد. المركز الثالث كان الحضور من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة المنطلقة هي مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. والمركز الرابع والخامس إذن بنعود لأن هناك مع الإعادة وفي الإعادة إفادة، والتوقيت الزمني 8:58 ثمانية أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلال. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الشاهينية لحظات وصولها 8:58 تسعة أجزاء من الثانية الشاهينية كان حضورها بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن مروشد من حضر بهذا الانطلاق. والمركز الثالث 8:59 تسعة أجزاء من الثانية كان حضور الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري.